البعض يزعم أن المرء إذا انطوى على نفسه وانعزل عن الناس وترك المنكر وأهله دون محاولة أن يغيره فهذا من الصبر على الطاعة، هل يستقيم مثل هذا؟ طبعا هذا يختلف باختلاف الأحوال، وإلا فالأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ذلك، لأن لقمان عليه السلام قال لولدي يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم قال له واصبر على ما أصابك. على ما أصابك. كيف تصبر؟ لأنك إذا أمرت ونهيت لن يقول الناس كتر خيرك أو أصبت، وإنما سيقول لك يا فضولي، أو سيقال لك يعني أنت الجنة هذه مفاتيحها بيدك، أنت المسلم الوحيد، أنت تريد أن تجعل من نفسك قيما على الناس. الدين دين الله والوطن للجميع ونحو ذلك مما يلوكه الناس بأفواههم. يصبر على هذا الذي يصيبه في الله جل جلاله. لكن بعد ذلك متى تكون العزلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن قال حتى إذا رأيت هوى متبعا، هوى مطاعا، وشحا متبعا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن على دينه كالقابض على الجمر للعامل منهم يومئذ أجر 50 منكم.